ظلنا ملف الحرب والهدنة المرتقبة نتابعها مع ضيفنا عبد الله سكعيد من بيت لحم، رئيس نادي الأسيرة الفلسطيني عبد الله زغاري. أستاذ عبد الله، مساء الخير. هدنة يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ يوم غد، هل يمكن أن تفضي هذه الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار بلحاظ ما قاله الكابينت يوم أمس برؤوسه الثلاثة جانتس ونتنياهو وجالانت بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق هدفها بالقضاء على حماس؟ نعم، يعني هذه الحرب البشعة، حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني على مدار 48 يوما وبدعم متواصل وغير محدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه الحرب التي غيبت حقوق الإنسان تماما وأبادت البشر والحجر والشجر، ولم تكن هذه الصفقة لتكون لولا صمود شعبنا الفلسطيني بالرغم من الثمن الكبير الذي دفع خلال هذا العدوان البشع على كافة الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، وقبل ذلك أيضا هي الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار الساعة. ولعل هذه الصفقة تأتي في ظل يعني هذا الصمود الكبير لأبناء شعبنا الفلسطيني. هذه الصفقة أو هذه الهدنة تحديدا التي يحتاجها شعبنا الفلسطيني ليس فقط لأربعة أيام، وإنما نحتاج جميعا لوقف هذا العدوان وأن يرتفع الصوت عاليا من قبل هذه المنظمات الدولية التي سقطت أمام جراح غزة وأمام آلام غزة وأمام أشلاء الأطفال والرجال والنساء. آن الأوان بعد 48 يوما من هذا القتل، فالاحتلال الإسرائيلي ليس هو ما يقوم به قتال، وإنما قتل كل ما هو على هذه الأرض الفلسطينية. ولعل عمليات التدمير التي طالت العائلات الفلسطينية التي أبيدت تظهر حجم الانتقام والكراهية والحقد الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على وجه الخصوص. وبالتالي فرضت هذه الصفقة بكل تفاصيلها على الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يسعى بكل الطرق والوسائل ولا زال حتى هذه اللحظة يفكر كيف يمكن أن يحقق جزء من الأهداف التي أعلن عنها منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، والذي كان على رأسه موضوع إعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. ولكن ما طرح قبل أكثر من 20 يوما من أجل التوصل إلى صفقة أو تبادل للأسرى يصل اليوم بعد أن قام الاحتلال بتدمير كل البنية التحتية في قطاع غزة وقتل أكثر من 20,000 أو أكثر من 40,000 من الشهداء والرجال والنساء، وتدمير كل البنى التحتية. أجدد التحية بك ثانية سيدي الكريم. إذ ما أردنا أن نتحدث على وفق الهدنة، فإنه ما هو معروف أن حماس ستطلق سراح 50 رهينة إسرائيلية، ولكن لم يعلم حتى هذه اللحظة كم فلسطيني ستطلقهم إسرائيل، يعني الأعداد ليست معلومة وليست محددة. هل ربما تتوفر لديك معلومات بهذا الخصوص سيد عبد الله؟ يعني حسب ما تم نشره من قبل وسائل الإعلام تحديدا بعد الإعلان الرسمي عن وقت هذه الهدنة الذي سيبدأ في الساعة 7 من صباح غدا، وفي الساعة 4 سيبدأ أو ستبدأ عملية تحرير المعتقلين الفلسطينيين وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. كان الحديث واضح باتجاه أن هناك عملية إطلاق سراح لـ50 محتجز لدى المقاومة الفلسطينية على 4 دفعات، يعني خلال الأربع أيام من الهدنة، ومقابل كل محتجز هناك 3 أسرى فلسطينيين من الأسيرات والأسرى القدامى الذين يعني تحتجزهم منظومة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات. ربما يكون غدا إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين بعد الساعة 4 عصرا، بمعنى أن هناك 150 معتقلا فلسطينيا من الأسرى والأسيرات سيتم إطلاق سراحهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدار 4 أيام القادمة على 4 دفعات. من بين هؤلاء الأسرى هناك 33 أسيرة فلسطينية
10 من هؤلاء الأسيرات محكومات بالسجن لفترات تتراوح بين 8 سنوات و16 عاما، ومنهن من أمضى أكثر من نصف مدة الاعتقال. أما الأطفال القصار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما فغالبيتهم يعني على أبواب الانتهاء من الأحكام الظالمة التي حكموا عليها خلال السنوات الماضية من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية. طيب سيد عبد الله، يعني فرضت الصفقة على إسرائيل كما وصفت قبل قليل، يعني ما نسبته أسير لثلاثة أسرى؟ هذه الصفقة بصالح من ستصب بتقديرك إذا ما عدنا لصفقة شاليط التي كان يقابلها 1027 أسيرا؟ نعم، يعني نحن في بداية هذا الموضوع، ومجرد أن يتم إجبار الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بقبول الشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عام بعد كل هذا الدمار، هو بداية بإذن الله من أجل تحرير جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في عدم إطلاق سراح المعتقلين على مدار السنوات الماضية. يعني إذا عدنا إلى الوراء قليلا، منذ عام 2014 منظومة الاحتلال الإسرائيلي كانت سببا رئيسيا في عدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين الذين كانوا قبل توقيع ما يسمى باتفاق أوسلو في ذلك الوقت، وقامت منظومة الاحتلال بإطلاق سراح 3 دفعات وتنقلت لإطلاق سراح الدفعة الرابعة التي كان من ضمنها الأسير القائد كريم يونس وماهر يونس اللذين أمضيا 40 عاما من عمرهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل غياب أي أفق سياسي وتعطل كل المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، لا يوجد هناك أي أفاق على الإطلاق لأن ينتهي هذا الظلم وهذا القهر وهذا الاضطهاد وهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين ارتفعت أعدادهم إلى النصف منذ 7 أكتوبر. بمعنى إذا كان هناك 5250 معتقلا فلسطينيا قبل 7 أكتوبر، فالاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات اعتقال طالت أكثر من 3150 مواطنا فلسطينيا من مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة والقدس، ناهيك عن المعتقلين الذين لا نعرف عنهم أي شيء الذين اعتقلوا من قطاع غزة أو في بداية هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. وبالتالي أعتقد أن الشعب الفلسطيني جميعه يقف خلف قضية المعتقلين، وفي ظل تعطل كل المحاولات السابقة من أجل تحريرهم ضمن مفاوضات أو ضمن يعني طرق دبلوماسية وسياسية، تظل قضية الأسرى حاضرة في أذهان كل أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن حريتهم هي واجب على كل إنسان فلسطيني حر. هم دفعوا من أعمارهم سنوات طويلة من أجل الحرية ومن أجل كرامه، ليسوا أرقاما، كل منهم له قصة وله حكاية وله أسرة، منهم الكثير ممن فقدوا آباءهم وأمهاتهم وأبنائهم وهم لا زالوا خلف القضبان. فإلى متى سيستمر هؤلاء المعتقلون خلف القضبان في ظل استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، وتحديدا خلال السنوات الماضية هذه الحكومة لم تقدم للشعب الفلسطيني أي شيء، بل هي تنكرت لكل الاتفاقيات ولكل الجهود التي كانت تبذل سواء على المستوى الدولي أو على المستوى العربي أو على أي مستوى. وبالتالي لا يوجد هناك أفق ولا خيار سوى أن يتم تحرير هؤلاء المعتقلين بهذا السبيل. وبالمناسبة التاريخ الفلسطيني حافل بعمليات التبادل، ولعل في عام 1994 كان هناك أكثر من 15,000 معتقل فلسطيني، وتم إطلاق سراح 14,000 فلسطيني في فترة الشهيد الراحل ياسر عرفات أبو عمار، وفي الصفقة الأخيرة عام 2000 بعجالة سيد عبد الله 27 مقابل شريط. القضية هنا ليس من الذي يعني صالح من أو من الذي يكسب أو من الذي يكسب. الشعب الفلسطيني يريد أسراه أحرار، لا يريدهم جثثا هامدة محتجزين في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى. رئيس نادي الأسير الفلسطيني أستاذ عبد الله زغاري، كنت معنا عبر سكايب من بيت لحم، شكرا جزيلا لك.